عايزين نعلم أولادنا يا أولاد إن الغرف المغلقة والهواتف المفتوحة لها آداب، لأنك إن أغلقت على نفسك الحجرة فإنه يراك رب القدرة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما أنت شايف إن ربنا معاك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نحصي عليه يغيب. هو أنت فاكر إحنا مش شايفينك؟ عايز أوصل للاستقامة تعمل إيه؟ صلي كتير وأقرأ الفاتحة بقلبك وصلي على النبي. حلوة دي؟ صعبة؟ عشان تجيب الواد الصغير ابنك وتقول له اقعد يا قوم صلي، عشان نعرف نربي أجيال. الفاتحة، علم ابنك بس الفاتحة، خليه يحس إن ربنا بيرد عليه لما هو بيقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيفرح بيه. خلينا نعبد ربنا بطريقة أنني أتحدث مع حاضر، أخاطب حاضر، أتعبد إلى حاضر، أتقي حاضر، أرفع الحجر من الأرض مخافة أن يتلعثم فيه من بعدي، لأن الله إلي ناظر. أول ما سمعت من أشياخي: إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه، وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، وإذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله. أنت إيه ده؟ كده أنت خلصت، ما فيش معاصي. هل وتأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتأكل خيره وتعصاه؟ ما ينفعش. لابد أن ننمي موهبة الرواح والغدو في دائرة المراقبة. إذا دعتك نفسك إلى ريبة في ظلام الليل فدعها وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراك. وننمي المواهب دي، المواهب العقائدية دي، في عيون ولادنا وفي قلوبهم وخواطرهم، حتى ننتج جيلا يتقي الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش هنفتح لهم حاجات تفتنهم، لا، بركات من السماوات والأرض، هنفتح عليهم كنوز الأرض. مش عايزين الأرض ونفتح لهم خزائن السماوات إذا الأرض ما كفتهمش. ليه؟ لأنهم عايزين نعلم عايز أعلم ابني أقول: من ترك يا ولد، من ترك شيئا في الحرام ابتغاء مرضات الله عوضه الله بما هو خير منه أو ملكه الله إياه في الحلال. عايزين نربي ولادنا كده.